السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا بكم متابعين كرام متابعي قناة من الآخر وخلاصة، معكم محمد نور الدين. نتائج مباريات اليوم بالنسبة لدوري أبطال أوروبا 2021 2022 ذهاب دور 16 من دوري الأبطال. متابعين الكرام، اليوم كان عندنا مباراتين من مباريات دور 16. طبعا النهاردة الثلاثاء 22/2/2022، فياريال تعادلت أمام فيفونتوس 1-1، أحرز ده فياريال دانيال باريخو في الدقيقة 66، هدف يوفنتوس عن طريق دوشان فلاهوفيتش في الدقيقة الأولى، وتستمر المباراة وتنتهي بالتعادل الإيجابي 1-1. تشيلسي فازت على ليل 2-0، أحرز دفاع تشيلسي كاي هافرتس في الدقيقة 8 وكريستيان بوليسيتش في الدقيقة 63. تقدر تقول تشيلسي حسمتها خلاص من البداية، أصل ليل مش هتكسب 3-0 هناك يعني، أو حتى لو كسبت 2-0 هيلعبوا ركلات ترجيح وكده يعني، ما أعتقدش يعني. بكرة بإذن الله تعالى الأربعاء 23/2/2022 أتلتيكو مدريد هتلعب امام مانشستر يونايتد الساعة 10 مساء بتوقيت مصر، 9 مساء بتوقيت تونس والجزائر والمغرب، والساعة 11 مساء بتوقيت مكة المكرمة. القناة ناقلة قناة بين سبورتس اتش دي 1 بريميوم لبريميوم، وعلق المباراة حافظ الدراجي. بنفيكا هتلعب امام اياكس امستردام، مباراة انا منتظرها بصراحة، في نفس التوقيت الساعة 10 مساء بتوقيت مصر و11 مساء بتوقيت مكة المكرمة و9 مساء بتوقيت تونس والجزائر والمغرب، على قناة بين سبورتس اتش دي 2 بريميوم الثانية بريميوم، وعلق المباراة سوار الذهب. الاسبوع اللي فات كان عندنا مباراتين، يوم الثلاثاء 15/2 باريس سان جيرمان فازت على ريال مدريد 1-0، وسبورتنج لشبونه خسرت من مانشستر سيتي 0-5، ويوم الاربعاء 16/2 انتر ميلان خسرت من ليفربول 0-2، وريد بول سالزبورغ تعادلت على ملعبها امام بايرن ميونخ 1-1. المباريات العوده باذن الله تعالى هتكون يوم في شهر 3 يوم 8 مارس 2022. هنتعرف على ترتيب الهدافين. متابعين الكرام، متصدر الهدافين سبيستيان هيلير لاعب اياكس امستردام المركز الاول ب10 اهداف، والمركز الثاني روبرت ليفاندوفسكي لاعب بايرن ميونخ ب9 اهداف، والنجم المصري محمد صلاح في المركز الثالث لاعب ليفربول ب8 اهداف، والمركز الرابع كريستوفر نكونكو لاعب لايبزيج ب7 اهداف، والمركز الخامس ادون كريستيانو رونالدو لاعب مانشستر يونايتد ب6 اهداف، والنجم الجزائري رياض محرز لاعب مانشستر سيتي ب6 اهداف ايضا، او ابراهيم كريم بنزيما المركز السادس لاعب ريال مدريد ب5 اهداف، وكيليان مبابي لاعب باريس سان جيرمان، وليونيل ميسي لاعب باريس سان جيرمان، كل دول ب5 اهداف، والوري صاني لاعب بايرن ميونخ. متابعين الكرام، اشترك في القناه، فعل زر الجرس، اعمل لايك للفيديو. كان معكم محمد نور الدين، نراكم فيديو اخر باذن الله تعالى، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.